بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بالنسبه لي فهو يوم احنا نقولوا وطني ولا اقليمي، فيوم رائع بالنسبه لهذا السباق هذا في هذه المدينه الجميله، خصوصا عندهم واحد المطاف اللي يعتبر من احسن المطافات في المغرب. وبالنسبه لجمعيه نادي القصري فاليوم فهو اختبار لنا، جبنا اكبر عدد من العدائين اليوم باش يشاركوا ويعرفوا المستوى ديالهم. الحمد لله كانت سيطرة على جميع الفئات، وكانت من الناس ديال جمعيه بكاره يعني يزيدوا ان شاء الله في كل سنه هذا السباق يحيوا كل سنه. وهذه مناسبه كما قلت لكم باش كنعرفوا احنا الوداد ديالنا في المستوى ديال المصري، والحمد لله هما بينوا لنا على ان الجمعيه نادي القصيره خدامه ان شاء الله في الطريق الصحيح. وكنشكر الناس ديال بكاره على حسن الضيافه ديالهم وحسن الحفله والاستقبال، وشكرا. بالفعل فكل الدوره الاولى ماشي هي الدوره الثانيه، والدوره الثالثه ان شاء الله لا طول العمر تكون احسن من الدوره هذه. معروف الدوره الاولى كيكون شويه يعني قليل الانديه اللي كتكون يعني في اخبارهم ان كاين واحد السباق في واحد الجامعه في العرايش يعني في البلاصه هذه اللي شويه بعيده شويه اللي قليل اللي يعرفها، وعام على عام كتعرف الامور. وكنتمنى ان شاء الله ان الدوره الخامسه ولا السادسه تكون يكون وطني، لما لا دولي، الا كانوا الاخوان يعني عندهم اراده وعزيمه يقدر يكون سباق دولي ان شاء الله. خصهم غير الدعم وكما قلت يعتنوا بهم شويه يعني الناس الجامعه والناس التعاون والدعم، راه يكون احسن السباقات في المغرب.